متعدد المواهب، يعزف على البيانو، يرسم ويصنع الحلي. لم تثنه إصابته بالتوحد عن فعل ما يريد. هو الشاب العشريني الأردني حمزة عكروش، الذي سارعت أسرته عندما شخصت حالته إلى طلب مشورة الأطباء على الشفاء يكون بين أيديهم. تفاجأنا بالبداية بأنه حمزة معه توحد، ما كنا نعرف شو معنى التوحد، يعني أربكنا هذا الخبر وتعبنا وزعلنا وحزننا، يعني الأب والأم يعني أنت مش غشين كيف. بعدين صرنا نبحث ما هي وسائل العلاج. عائلة حمزة اكتشفت أنه محب للموسيقى والفنون، فهو يمضي ساعات طوالاً في عزف أغاني أم كلثوم على البيانو أو في صنع سلاسل لمفاتيح وأساور من الخرز في ورشته، حيث ساعده ذلك على تطوير مهارات التواصل وكسر الحواجز والحصول على فرصة عمل في مطعم. الاستشاري المختص في الاضطرابات العصبية جاك سيركيس يقول إن حمزة يجب أن يكون نموذجاً يحتذى لأي طفل مصاب بالتوحد. حمزة هو نموذج طفل توحد لأي طفل توحد موجود على الكرة الأرضية. وأول شيء بيغيب عن بال الأخصائيين في معظم الأماكن كلمة واحدة هي الفرصة. حمزة أعطيناه فرصة. هذا ولا تتوافر بيانات عن أعداد مصابي التوحد في الأردن، لكن بحسب منظمة الصحة العالمية فإن واحداً من كل 160 شخصاً يصاب به على مستوى العالم.